الناس اللي طلبت مني وصفة لتسمين الخدود. الوصفة دي في تسمين الخدود من أول استخدام النتيجة رهيبة. مش بس تسمين الخدود، لا ده كمان تفتيح ونضارة للبشرة، وكمان ترطيب عالي جدا للبشرة الجافة. ركز جدا في الفيديو ده وتابعي للنهاية علشان تستفادي. الأول نصلي على النبي ونذكر الله في التعليقات، وطبعا ما تنسيش اللايك للفيديو لو الفيديو عجبك، وكمان شير لأي حد عنده نفس المشكلة. الدل على الخير كفاعله. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. اول مكون معايا نص معلقه من الخميره البلدي، ولازم أن تكون لسه جايه فريش وصبحه. بعد كده يا ست الكل باخد معلقه من لبان الذكر، بنقعها في نص كوب من الميه، وباخد 5 معالق من ميه لبان الذكر. الوصفه دي لها مفعول السحر لتسمين الخدود، وكمان بتنقي البشره جدا وبتشلك اي شوايب في البشره، كمان تفتيح رهيب للبشره من اول استخدام. كمان بضيف معلقه من الطحينه. الطحينه هنا ليه؟ بترطب البشره جدا، كمان بتقفل لي المسامات الواسعه وبتخلي البشره زي الالماس. كمان بضيف معلقتين من دقيق الرز. دقيق الرز ده بيقفل لي المسامات الواسعه، بيفتح البشره، وكمان مغذي جدا للبشره. بعد كده يا ست الكل بقلب الوصفة بتاعتي كويس جدا مع بعضها، وعلى بشرة نظيفة بفردها وبسيبها لمدة نص ساعة كاملة. بعد كده بشطف وارطب.